أول خبر عندنا أن المحاكمة ما زالت مستمرة، لا زالت محاكمة المتهمين بقتل جماهير النادي الأهلي مستمرة بعد أحكام الإعدام ثم النقض. تبدو أن الأمور أو يبدو أن الأمور ما زالت مشتعلة. فاكرين المحاكمات دي وكان الصريخ وكان الصويت وكان الزعيق، ومات يا عيني بعد الحكم الأولاني ناس حوالي 50 واحد في بورسعيد، واتحرق الاتحاد واتحرق نادي ضباط الشرطة، لكن الأمور أصبحت أكثر هدوءا ولا تزال المحاكمة مستمرة.